طب لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده فكرة مثلا، ايه اللي انتوا تقدروا تقدموه له يعني كده؟ حاجات كتير قوي، زي ايه؟ من اول ان احنا يكلمنا، احنا بجد بنرد على اي حد وكل حد. هايل، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في اكيد نمرة كلها. تليفون للمكتب، انا ساعات برد، نعمات ساعات بترد، رنيم التليفون بيروتيت معانا كلنا، كلنا حلو بنرد عليه. حلو، فيكلمنا على التليفون، يبعت لنا، بلاش واتساب ما بنشوفوش بصراحة يعني، يبعت لنا على انستجرام او يكلمنا على التليفون، دول اكتر اتنين، او يبعت لنا على الايميل. جميل. الثلاث حاجات دول بنانتراكت معاها على طول. هنقعد لو طلب يقابلنا هنقعد وهنسمع، لو محتاج نوصله بحد هنوصله بحد، لو محتاج نساعده هنساعده، لو محتاج تريننج هنعمله له. احنا مش كل حاجة بنعملها على فكرة يعني تدريب، بمقابل مادي، تمويل، يعني احنا تمام. بنعمل حاجة، بنعمل بروجرام منتورشيب للشباب، ده من غير اي فلوس، مع ناس جامدة جدا من كل حتة في العالم. فعلا. ده علشان بنحاول نساعد الناس تعرف ازاي ترتب فكرها وازاي تكبر من غير اي، ولمده سنه. انت لو دخلتي بروجرام تقعدي سنه بتعملي منتورشيب مع حد جامد جدا. فده مش علشان اي مكسب، ده علشان احنا بجد عايزين نكبر الكوميونتي ونكبر الابداع عند الناس ونكبر السنس بتاع البيزنس ونساعد الناس انها تتقدم. صح. فيكلمنا يحكي لنا، انه هنقعد وهنسمع وهنبقى صراحة جدا نقدر نساعد او لا، او لو ما نقدرش مين اللي ممكن يساعد صح، وهنوصله بيه. حلو قوي.